مركز في خطوط القتال كافة بالبدء في عملية تحرير مدينة بنغازي من بقايا المجموعات الإرهابية، اعتبارا من الساعة 5:30 من فجر اليوم الأربعاء 17 من رمضان المبارك. تم بحمد الله وبعونه اقتحام الشركة الصينية من قبل الأبطال كتيبة 302 وكتيبة 210 وكتيبة 519 وقوات الخاصة وأبطال وأشاوس الجيش الليبي بصفة عامة. والله الحمد، ولله الحمد، والله أكبر، ولله الحمد. والجدير بالذكر أن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في جميع المحاور منذ صدور تعليمات القيادة العامة. وبحسب مراسلنا في بنغازي فقد قتل 4 جنود وأصيب 10 آخرون في الاشتباكات التي تدور رحاها في المحور الغربي للمدينة. نحن الآن في الجاهزية التامة للاقتحام الصينية مع تنصير كتائب الأخرى المقاومة، وبإذن الله يتم اقتحام الشركة الصينية وموافقين ومن نصر الله. جددت مقاتلات سلاح الجو قصف معاقل التنظيمات الإرهابية في منطقة الجوارشة، حيث تناوبتا طائرتا ميج 23 وميج 21 على استهداف شارع الشجر ومحيط جزيرة مصنع الأنابيب، وكانت الإصابات مباشرة. هذا وتكثف الطائرات الحربية ضرباتها الجوية منذ فجر اليوم على مواقع جماعات الإرهابية بمحوري قنبودة والجوارشة، في حين تخوض القوات البرية اشتباكات متقطعة بالقرب من شارع الشجر ومصنع الأنابيب بمنطقة الجوارشة غربية بنغازي. رجب بليبلو، ليبيا الحدث.